بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد هنتابع فيها الاستعدادات الجادة لمباراة بايرن ميونخ، المباراة المرتقبة إن شاء الله يوم الاثنين القادم في نصف نهائي كأس العالم للأندية. مباراة كبيرة، الحدث بيفرض نفسه على كل الأوساط الكروية، سواء في مصر أو في الدول العربية أو في العالم أجمع بشكل عام. حلقة النهاردة فيها تفاصيل وفيها موضوعات وفيها أخبار وكواليس عديدة، تابعوها من خلال حلقة الترند. لكن ندخل بسرعة في سؤال حلقة النهاردة، وكل المتابعين يشاركونا في الإجابة على هذا السؤال. عايز أعرف بالتأكيد رأيكم في أداء النادي الأهلي أمام الدحيل في الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية. الكل يدخل ويشارك ويجاوب على هذا السؤال عشان نستعرضه في الفقرة الأخيرة. كل الإجابات هنستعرضها في الفقرة الأخيرة من برنامج الترند، وكل الآراء بالتأكيد هنستعرضها في الفقرة الأخيرة. لكن سريعا نبدأ حلقة النهاردة بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة بايرن ميونخ. كمان في ترند الأهلي، الإماراتي محمد عبد الله حكما للقاء. وأخيرا بايرن ميونخ يصل أرض المونديال. نستعرض مع بعض أهم مباريات اليوم في الدوري المصري والعديد من مباريات الدوريات الأوروبية. النهاردة السبت الممتاز بالتأكيد في العديد من المواجهات في هذا اليوم. نبدأ مع بعض مباريات الدوري المصري. منذ قليل انتهت مباراة البنك الأهلي والجونة بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق. لكن في هذه اللحظات في مباراتين في نفس التوقيت، بيراميدز بيلعب مع طلائع الجيش، والإنتاج الحربي بيلعب مع أسوان. الساعة 7:30 المقاولين العرب هيلعب مع المصري. جاء في ختام مباريات الدوري المصري. طيب مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي، في مباراة أقيمت الساعة 2:30 وانتهت منذ لحظات قليلة بمفاجأة مدوية، فوز أستون فيلا على أرسنال بهدف مقابل لا شيء. نيوكاسل يونايتد بيلعب في هذه اللحظات مع ساوث هامبتون، بيرلي هيلعب مع برايتون، والساعة 7:30 فولهام مع ويست هام يونايتد، والساعة 10 مانشستر يونايتد مع إيفرتون. مباريات الدوري الأسباني، منذ قليل انتهت مباراة ليفنتي مع غرناطة وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. الساعة 5:15 هويسكا هيلعب مع ريال مدريد، الساعة 7:30 إليتشي هيلعب مع فياريال، الساعة 10 مساء إشبيلية هيلعب مع ختافي. مباريات الدوري الإيطالي، في مباراة أقيمت الساعة 4 ما بين ساسولو وسبيزيا، وما زالت طبعا النتيجة التعادل الإيجابي بين كلا الفريقين، وما زالت المباراة جارية حتى هذه اللحظات. أتلانتا متقدم على تورينو 3-2، وما زالت المباراة أيضا جارية في هذه اللحظات. واليوفي يوفنتوس هيلعب مع اي اس روما الساعة 7، وجينوا هيلعب مع نابولي في ختام مباريات الدوري الإيطالي الساعة 10 إلا ربع. طيب مباريات كأس مصر أيضا، كمان النهاردة كانت في قرعة مباريات كأس مصر دور ال 32، كانت في أكتر من دور تمهيدي خلال الفترة السابقة، لكن النهاردة تم تحديد قرعة مباريات كأس مصر. طبعا بيهمنا بنسبة كبيرة، وفي الأساس النادي الأهلي بإذن الله هيستهل حملة الدفاع على لقب كأس مصر بمواجهة نادي النصر. نادي النصر حاليا هو في قاع الجدول في القسم الثاني، لكن هتكون مباراة بالتأكيد قوية في مباريات دوري أو مباريات كأس مصر دور ال 32. إمبا هيلعب مع الفاز من سيدي غازي مع نابارو، سموحة هيلعب مع ديكيرنس، بيراميدز هيلعب مع العبور بالأليوبية، وادي دجلة مع البنك الأهلي، الاتحاد مع النجوم، ومواجهة قوية جدا المقاولين العرب مع بتروجيت، والإنتاج الحربي مع كوكاكولا. هذه المباراة هتكون هي الزون اللي مع النادي الأهلي حتى مرحلة الدور نصف النهائي. طيب على المقابل الزمالك هيلعب مع حرس الحدود، الإسماعيلي مع لافينيا اف سي، مصر المقاصة هيلعب مع الفائز من بترول أسيوط مع أشمون، سيراميكا كليوباترا هيلعب مع غزل المحلة، أسوان هيلعب مع سوهاج، الجونة في مواجهة مع كيما أسوان، المصري والمنصورة، وختام مباريات دور ال 32 طلائع الجيش هيلعب مع القناة. كأس مصر وموسم جديد، موسم 2020-2021، نتمنى يا رب بإذن الله النادي الأهلي يسعى للحفاظ على لقب كأس مصر وبطولة جديدة تضاف إلى رصيد بطولات النادي الأهلي. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم في استعراض باقي فقرات برنامج الترند.